صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1053 من كورس سي شارب DB Examples Part. ودلوقتي عاوزين بعد ما ندوس كليك يمين في شاشة التصنيفات نظبط رقم الصف ونعلم عليه ونخليه يظهر في البيانات بس. يعني هنا قائمة بحث التصنيفات، لما بدوس هنا كليك يمين بتطلع القائمة. لا انا مش عايز كده، انا عايز تظهر فقط لما ادوس على البيانات وتعلم وابقى عارف هو علم على ايه بالظبط. فهنجيب مع بعض ال FRM category search. FRM category delete edit search يعني. دبل كليك عليها. ادخل دبل كليك على اللود علشان اشوف اخر حاجة كنت عاملها اهي. تحت القايمة هعمل متغير من نوع انت هسميه رو index. الرو index ده مظبوط على سالب واحد على اساس ان في البداية مفيش حاجة مختارة. سالب واحد يعني لم يحدد اي صف. خلاص؟ هاجي عند التصميم وهجيب الدي جي بي سيرش كاتيجوري وهجيب الايفنتس بتاعتها وهنزل تحت لغاية لما الاقي الماوس كليك. الماوس كليك اهو، دبل كليك عليها هدخل في البرمجة بتاعته. ما ينفعناش الكلام ده. انا اول حاجة طبعا اكيد في الرايت، اكيد انا مش هشتغل غير فين؟ غير في الرايت. جوه الرايت بقى اعمل ايه؟ هجيب الاول رقم الصف هحطه في الرو اندكس، يعني هنده على الرو اندكس اللي انا لسه معرفه دلوقتي، هقول له انت بتساوي من الدي جي بي سيرش كاتيجوري هعمل حاجه اسمها هيت تيست. الهيت تيست هديها الاكس والواي في الحته اللي انا دوست عليها هترجع لي رقم الصف لو كان موجود، ولو مش موجود هترجع سالب واحد. فالهيت تيست هديها من الحدث اللي دوست الكليك يمين الاكس والواي. هاخد منها ايه؟ هاخد منها الرو اندكس. كده خلاص انا عرفت رقم الرول اللي الراجل داس عليه، ولو مفيش روز او داس في حته غلط هيبقى بسالب واحد. يبقى انا مش هظهر هنا الا لما يكون الرو اندكس اللي هو خد من الهيد تيست ماله يكون اكبر من سالب واحد، غير كده مش هظهر. وادي بلوك البدايه وادي نهايه البلوك. تعال نجرب. انا دلوقتي هشغل وهجيب تسجيل الدخول وهجيب قائمة البحث، بحث التصنيفات، واخدينهم واحدة واحدة لغاية ما نخلصهم كلهم بفضل الله.
ده اوبشن مهم جدا طبعا ومفيد جدا. انا بدوس كليك يمين هنا مفيش حاجه بتظهر زي الاول، هنا ظهرت في البيانات ظهرت. عايزين بقى نحدد، خلاص هنيجي هنا كده الجزئيه دي، هنده على الدي جي في سيرش كاتيجوري، اقول لها دوت كلير سيلكشن وقوسين فاضيين وسيمي كولون، شيلي كل التحديد اللي عليك. لو متحدد على صف 2 3 ماليش دعوه، شيلي كل التحديد. بعد كده انا هحدد رو واحد من الدي جي بي سيرش دوت، شفت الروز اللي هو الرقم اللي هو خدته انا بعد ما داس عليه من الكليك يمين على البيانات، هو الرو اندكس. خد انت بقى واظبط السيلكتد بتاعته على ترو، فيروح متعلم عليه دون عن الباقي، لان انا في الاول لغيت الباقي في السطر ده. شغل بقى كده F5 وجرب، دوس تسجيل الدخول اهو، وادي عندك البحث، بحث التصنيفات هنا مفيش اهو، كليك يمين هنا اهو بيحدد ويقول لك انت ايه عايز، تعديل التصنيف ولا حسب التصنيف اهو. بص شايف، بص كده في اي حته بقى، في اي خليه تعجبك، طب دوس في اي خليه، هو بيحدد لك الصف كله عشان يدي انتباه ليك اهو. شايف، ماليش دعوه بالستايل اللي انت عامله بقى، ايا كان الستايل اللي انت عامله، لكن هو بص الاوبشن اهو، بتدوس كليك يمين بيطلع لك الايه الاوبشن ده. يبقى احنا كده بفضل الله ظبطنا رقم الصف المختار لشاشة تصنيفات البحث بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.